السلام عليكم متتبعي قناة طرزنينا. اليوم ان شاء الله كيف ما تلاحظوا غادي نبارطاجي معكم الخدمة ديال هاد الطوق اللي عملته بتلوينة ديال العقيق. فغادي نخدمو على هاد التوب ديال اللولان. التوب ديال اللولان اللي صيفي وبارد للصيف. فهاد التطبيق غيكون سهل. غادي نحتاجو الخيط والشماع والعقيق التلوينة ديال العقيق اللي تتكون ديما تتشط عندنا. ف انا هنا غادي نبارطاجي معكم واحد نوعيه، من بعد غادي نبارطاجي معكم نوعيه اخرى تاني سهله. هنا كيف تلاحظوا غادي نثقف الكول بالعقيق، يعني الطرساج ديال التثقاف ديال الكول غادي نخدمه بالعقيق بطريقه سهله. كيف تلاحظوا تنعمل عقيقه اسباس شويه تنخرج عقيقه اخرى، يعني تنظن سهلة ما محتاجش حاجة، فقط تنتني شورجي ديال القطعة ديال الكول وتنعمل عقيقة فيه، تنمشي عقيقة اسباس عقيقة اسباس هكذا تنكمل النموذج. من بعد غادي نوريكم نخليكم عاد تتم المرحلة باش تشوفوا كيفاش عملت لي هاد التطبيق، ومن بعد نوريكم التطبيق ديال العقيق كيفاش غادي نعملوه. بالنسبة للتطبيق ديال العقيق فأنا ديجا بديتو معاكم، غادي نوريكم التطبيق ديالو. فهو سهل، تنحددو الإطار كيف ما لاحظتو عقيقة عقيقة، وتنبدا نعمر هداك الإسباس الوسط. كل لون كل مرة تندير لون، يعني مثلا أنا هنايا خدمت بالبيض لأن عندي حدايا الغوز وحدايا الموف، فتندير البيض من بعد تندير البيض في فاتح، من بعد ندير الموف، من بعد ندير الغوز، يعني اللوينة تنحط تلوينة مختلفة على بعضياتها. موف أنا درت ديكراديات، خدمت هاد اللون بالديكرادي موف فاتح، غوز غوز غامق شوية، غوز بدرجة أخرى، الأبيض بلون والديكرادي ديال الأبيض بلون آخر بعقيق أصغر في الحجم. التركيبة ديال العقيق عملتهم مختلفين، شي كبير شي صغير شي متوسط، وبتلوينة مختلفة وبتلوينة ديكراديات ديال بعضياتهم. كيف ما تتعرفوا الموف تتوتى مع الغوز، مع الغوز غامق شوي بدرجة واحدة، ماشي تاني يكون غامق الغوز غامق أكثر. التلوينة اللي وريتكم في العقيق ديجا قبل وريتكم موف غامق وواحد اللوين ديال الغوز بحال الصومو، وهذا ظنيت انه غادي يكون في التطبيق ديالو زوين. منين طبقته ما عجبنيش فبدلته وعملت غير هاد التلوينه اللي فاتحه، هذه تنظن هي اللي جات زوينه. تتقولوا لي التعليقات ديالكم كيف جاكم التلوين اللي اختاريت. هاد العنق هذا سهل بسيط، اي وحده كما كان نوعها، واخا تكون عمر ما زدت لي براره ممكن دير قنيطره تعطيها الخياط يجمع عليها بالخياطه وتجي تحط عليها هاد التشكيله. هاد الطريقه هادي راه تتحط في القفاطن، يعني راه المعلم يقدر يدير لك انتيا السفيفه وانتيا تدوري داك الكول ديال السفيفه نص طوق بالعقيق، حتى هي تجي رائعه. فهاد الخدمه هادي تطبق في بزاف الحوايج. هادي هادي قنيطره كما تشوفوا لكم، يما درتها طروكار قصار، وغادي ندير لهم حتى هما الباندا ديال العقيق بنفس الشكل. وعندي تشكيله اخرى ديال العنق كيفاش غدار بطريقه سهله حتى هي، من بعد غنبارطاجيها معكم. كنت غادي نعملها لنفس لهاد الكادوره، ولكن اختارت انني نديرها غير بهذا الشكل سامبل. من بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الكادوره الاخرى الطوق ديالها، غادي نحط لكم ان شاء الله في القناه. طريقه
تنمشي بنفس الطريقه، سهله سهله جدا، تبعوا المراحل، ما تحتاج انني نشرحها، لان غير التطبيق شرح راسه راسه. نتمنى انه يعجبكم التطبيق وعطيتكم فكره من خلاله. اتمنى انكم تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا. وما تنسوش تخلوا لي التعليق ديالكم على الطريقه ديال التعلم، واش كاين شي استفسارات، شنو الحاجات الايجابيه والسلبيه اللي عندي في التعلم. تتمنى انكم تستافدوا من هذا التطبيق وتطبقوه في كنيدراتكم، وخلوا لي التعليق ديالكم، ومزيد من التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا.